للكبسة السريعة رح نحتاج لنص كيلو صدر دجاج، 4 أكواب أرز مهراجة، بصل كبيرة مفرومة، معلقة كبيرة ثوم مهروس، معلقة كبيرة زنجبيل مفروم، بهارات حب، ورق غار، هيل، كبشة قرنفل وفلفل أسود. وكمان رح نحتاج ليمون، 3 حبات بندورة مبروشة، معلقتين كبار صلصة بندورة من لونا، معلقة كبيرة بهارات كبسة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا، ملح وفلفل أسود، مكعب مرق، مرق أو مي حسب الحاجة، ولوز للتزيين. يعني هي عن جد كبسة سريعة، ووصفاتها ومقاديرها يعني سهلة، المفروض موجودة بكل بيت. فخلينا نشوف كيف بدنا نعمل هاي الكبسة السريعة على طريقة الشيف امتياز. شو رح نبلش يا شيف؟ اليوم رح نشرق، او اليوم صرنا من الصبح، اليوم اليوم اليوم, 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 اليوم وصفتنا رح تكون كبسه برز مهراجه، كبسه كثير لذيذه، كثير سريعه، كثير بسيطه. عندي مكعبات لحمه بتمشي، عندي مكعبات من الصدر الدجاج زي ما انا اليوم بستخدمه رح تمشي، عندي مكعبات من السمك الفلي رح تمشي بتزبط. واذا مو كل هدول موجودين ممكن استخدم تونه او حتى بلا. حلو، بلا ولا شيء، يعني بلا اي نوع لحوم. تمام تمام. اول شيء انا مستخدمه صدر الدجاج مقطعته مربعات، زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا اي مكعبات لحمه موجوده عندكم، خروف او عجل. بدي احطها في البدايه. وانت بس حاطه زيت، مش حاطه لسه بصل؟ هلا احط الزيت. هي بدنا نحط الزيت. تمام حلو. طب خلينا نبلش نقرا شويه من التعليقات اللي عم توصلنا ونشوف شو اخرت الظروف اللي مرينا فيها عند بعض من الاشخاص. اول اشي فداء عم تحكي لنا يسعد مساكم، انا اخرت عندي سفرة. ام صهيب عم تحكي لنا انا تأخر عندي عرس. ونادي عم تحكي لنا عرس بنت خالتي كان المفروض بشهر 4 وكمان تأجل. يعني لهلأ معظمهم اعراس زي ما انت حكيتي. طب انا بدي اسألهم اللي تأجل عرسهم شو كان شعورهم؟ بحب كتير اعرف صراحة هذا الفضول اللي بقتلني. لا في ناس ما تزوجوا يا مروة. يا مروة اللي ما تزوجوا بالكورونا او اللي تزوجوا بالكورونا بحب كمان يحكوا لنا شو كان تجربتهم. انا صديقه لإلي مرام بدي اوجه لها كثير تحيه كبيره، تزوجت في الكورونا على عرس مختصر من 10 اشخاص اللي عيلته وعيلتها، وقالت لي حسيت بالسكينه والسلام كثير كبير، لو انه عملت عرس كانت حازه وكل شيء. كان عرسها ب 16/5 او 14/5 مش قادره اتذكر كثير منيح، بس بتقولي كثير مبسوطه وصارت تنصح الكل انه حلو جرب هذا الشيء. بالضبط، هي تجربه يعني غريبه انه احنا مش متعودين عليها، يعني خصوصا الاعراس. بس مش غلط كمان اي حدا تجوز بخلال هاي الفتره يبعث لنا كيف كانت تجربته، يشارك معنا، يحكي لنا، بينصح الناس اللي برضه لسه اعراسهم مأجله انهم يخلوها مأجله ولا يعملوها على الضيق زي ما بعض من الاشخاص عملوا. واذا كان عندكم الكورونا او الظروف اللي مرينا فيها اخرت عندكم شيء ثاني كمان شاركونا بتجربتكم. طيب انا بس بحب الدجاج دائما ياخذ اللون الابيض قبل ما اضيف اي بهارات اي شيء ثاني، حتى اضمن انه ياخذ النكهه كثير حلوه وما تنزل مع زنخه او اي شيء ثاني. تمام، هي تقريبا صار لونه على الابيض. عندي الرز اللي انا مستخدميته بالكبسه، الكل بيسالني عن الرز، لساته بتوصلني اسئله عن كيف بنحضر الرز. انا مستخدمه رز مهراجه، بتلاقوه بكل الاسواق متوفر، سعره كثير معقول، كثير كثير بيعطيكم جوده كثير عاليه، لانه هو رز بسمتي حبه طويله والحبه نفسها سميكه. أوكي. ما بتتكسر معنا بالطبخ، وهذا الحلو بالرز. باخذ الرز بغسله 3-4 مرات، قلنا انه ما بدنا نشب الرز، فبدنا نغسله 3-4 مرات حتى يتفلفل معنا بطريقه حلوه، وبنقعه بمي من الحنفيه اذا كنت مو مستعجله، واتركه تقريبا نص ساعه مع رشه ملح، او بنقعه اذا كنت مستعجله مي مغليه لمده ربع ساعه. حلو. تمام غسلناه، امورنا تمام، صفيناه، رح نستخدمه بالوصفه. عندنا هون صدر الدجاج صارت اموره 100%، بلش ياخذ معي اللون العبياض، يعني ما بدي لسه اسكويه، بس انه بدي ياخذ معي هذا اللون اللي فوق. تمام، نقلبهم كثير منيح. عندي التتبيله اللي بنحطها دائما للكبسه، بصل، ثوم، زنجبيل، والبهارات الكبسه. أوكي. بهارات الكبسه الحب اللي هي هيل، ورق غار، قرفه، كبشه قرنفل، حتى تاخذ كل المطيبات والطعم اللذيذه. حلو. عندنا هون البصل. طيب في ميسون عم تسال انه بتفرق شيء عن الكبسه العاديه؟ بتفرق انها سريعه، يعني بربع ساعه رح نعملها كلياتها، مش رح تاخذ معنا وقت ابدا. اوكي. ومش رح نسلق دجاج على جنب او نحمر دجاج على جنب او اللحمه، لا خلص كلياتها في نفس الطنجره. وعندي اذا حطينا البصل والزنجبيل وهي الثوم. الزنجبيل انا بحس مش الكل بحب يستخدمه او بيدخلوه بالرزيات الخليجيه كثير، بس بيعطي نكهه كثير مميزه. بس اللي عندهم حساسيه من الزنجبيل بدهم يديروا بالهم.
بس نقلبهم شوي لياخذوا هيك تتبيله او يدبلوا نتوفه صغيره. بنكمل بقيه البهارات. يعني وصفه كثير سريعه جاي على بالي كبسه يكون طعمها كثير طيب كثير لذيذ، بس ما عندي مرق دجاج وما عندي دجاج بالبيت. بقدر استخدم قلنا صدر الدجاج او بنقدر نستخدم مكعبات بدون اللحمه وبدون ايش كان في او بدون او بدون. على فكره اعملوها بدون ولا شيء رح تطلع طعمها طيب خلاص بدون ولا شيء. هلا كمان بعد من التعليقات اللي عم توصلنا عم تحكي لنا رودا انه تاخر عندها تخريج، وعم تحكي لنا ميسون صباحكم ورد من شيكاغو الى الاردن الحبيبه الغاليه وللشف الغاليه يعطيكي الف عافيه. بدي اعيد على بنت اخوي اسمها دانا حدادين ساكنه بالاردن وعمرها 17 سنه، العمر كله يا دانا. مها عم تحكي لنا انا عرس ابني اتاجل. طب عفاف قولي لي خلي مها تقول لنا انه قد ايه تضايقوا او ما تضايقوا وقد ايه اجلوه، يعني رح يتزوجوا هلا بفتره الكورونا ولا رح يستنوا لتفتح الدنيا. طيب في عنا سؤال ثاني على موضوع الكبسه، شو سر عصير البردقان بالكبسه من عفاف؟ طيب انا قلت لكم عملنا مره بواحده من الوصفات مش قادره اتذكر كانت برمضان او قبل من رمضان يا مروه بتذكرنا، هي اسمها كبسه الكابلي، مش هي سر، هي نكهه من النكهات اللي ناخذها من البردقان. برجع بعمل لكم اياها، بس رح تلاقوا الوصفه موجوده على اليوتيوب. تاخذوا بردقانه بتقطعوها او بتبرشوها وبتحطوا برشها مع رز من اطيب الكبسات كمان ممكن تدوقوها، وبحط من عصير قبل رمضان بشوي عملتها خلال فتره الحجر بالبدايه، طعمها كثير طيب كثير كثير. طيب والكبسه ما بدك تلوني الرز صح؟ لا 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 مرحله هو رح يطلع شوي على اورنج بحبه بطريقه الله الغاز وبالبيت صرت مخلصه صفحه. طيب من ايش رح يتلون لون الرز؟ من البهارات؟ من البندوره وصلصه البندوره رح نستخدمها اليوم. أوكي. طيب انا دبل عندي هون البصل ودبل عندي زنجبيل قلنا وثوم والبصل امورهم صارت منيحه. الدجاج بلش عندي يستوي، الدجاج قد ايه بياخذ وقت بهاي الطبخه؟ هلا انا بدي اقلبه خمس دقائق سبع دقائق بعد ما يبلش يدبل وياخذ لون الابيض تمام وياخذ كل البهارات، بس راح اخلي سواه مع الرز. أوكي. فرح يكمل ربع ساعه مع الرز. تمام بدنا نضيف البهارات اللي عندنا، اول شيء بدنا معلقه كبيره من الملح للكميه اللي انا معطيتكم اياها. عندي بهارات كبسه، ما عندنا بهارات الكبسه بنكتفي بالبهارات المشكله او السبع بهارات او الخمس بهارات، وعندي رشة من الكركم بدي احطها. طيبها حلو عشان اعمل الرز على اورنج شوي مش على احمر، وكمان عشان نستفيد من كل الفوائد الغذائيه تبعت الكركم 100%. وعندي هون البهارات الحب كميه منيحه، يعني بحط كميه منيحه تطلع ريحه البهارات كلياتها. راح اضيف صلصه البندوره والبندوره المبروشه عندي تقريبا ثلاث حبات، هلا موسم البندوره صارت بوكسة البندورة. ما تقولوا لي من وين بتجيب الأسعار، ما تقولوا لي، أنا بروح السوق كل يوم. طيب وشو سعر البندورة؟ طب أنا اشتريتها من عندنا بدينار ونص. يا سلام هذا بمحلات ومحلات في لا 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 أنا اشتريتها بالبوكس الصراحة. يعني وأنا بكون مرأة بالسيارة وين بلاقي هدول ببيعوا بوكسات بوقف وبشتري، بحب كثير كثير وأفوت مرحلة التفريز والتخزين. وهلا البندورة ما شاء الله حمراء وبداية موسمها، عم بيقول لي بندر انها بثلاث، انا اشتريتها بدينار ونص عن حالي ما بعرف. لا بعدين يعني الشيف امتياز دائما بتحاول، بقول لي 6 كيلو بدينار ونص، عم بيظبط لي المعلومات. لا وبعدين الشيف امتياز دائما يعني بتحاول انها تجيب الاشياء اللي بموسمها، يعني انه اذا كمان حضرتوا حلقه امبارح كانت كلياتها مشمش، لانه هلا بتعرفوا موسم المشمش، فهيك رح تصير كل اسبوع تعمل لكم وصفات بالاشياء اللي رح تكون بموسمها، وانتم كمان اذا في عندكم اي فكره كمان بتقدروا تبعثوا لنا اياها على صفحتنا على الفيسبوك، اي شيء انتم حابين انه الشيف امتياز تعطيكم وصفات له، تعطيكم طريقه، عندكم اي استفسارات بخصوص الطبخ كمان تقدروا انكم تبعثوا لنا اياها على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في اوفيشال. احنا امورنا ممتازه. بس راح احط مكعب او مغلف بودره الدجاج يا جماعه عشان تعطيني نكهه مميزه، خصوصا انه انا ما عندي مرق دجاج، انا بدي استخدم المي. راح احط البندوره اللي حكينا عنها راح تعطينا لون حلو، وما بدنا نكتر بندوره، تقريبا ثلاث حبات مبشورين او معصورين ومعلقتين من صلصه البندوره من لونا. بدي اتركهم هيك خمس دقائق عشان اضيف الرز. تخيلي قد ايه سهله عن جد، ولا شيء. شو صار معك يا شيف؟ اموري ممتازه 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 كله تمام. الفاصل اخذت خمس دقائق الكبسه على النار، بس نحركها مع كل التتبيله والخلطه اللي عملناها. الرز حلو. قلنا عندنا رز مهراجه اللي غسلناه ونقعناه ممتازه، بس اعطيها كمان دقيقتين عبال ما اقلي اللوزات عشان نبلش اطلع لكم وحده، اطلع لكم كل الخلطه تشوفوها الصراحه. بدهم يشوفوا الخلطه. هيها
خايفين. انت لو تشم الريحه كمان كل البهارات مع الدجاج مع يعني كلها بتجنن عن جد. الصراحه. طيب في عندنا سؤال بيحكوا لك انه ما بينحط معاها جزر. اذا بتحبوا ابرشوا جزر وحطوها، وبرضه عملنا كبسه بالجزر موجوده على اليوتيوب. زهقتوا بعد ما عملت كبسات شكلي. لا اليوم الكبسه السريعه بتختلف. والكبسه الجزر عملناها كله عملناها الصراحه، بس عادي ابرشوا جزر وبتحطوه بالمرحله اللي حطينا فيها البصل والثوم. شو يا شيف بلشت تطلع الروائح اكثر واكثر ممتازه. بس عشان اتاكد انه صدر الدجاج اللي عندي لانه مقطع شوي خمير يكون مستوي 3 ارباع سوا قبل ما اضيف الرز فوق الكبسه اللي فوق الكبسه بالضبط اللي عملناها. طيب احنا هلا خلصنا الكبسه، الكبسه صارت على النار لتقعد تقريبا من 12 ل 15 دقيقه.